ومعنا لمناقشة أوضاع النازحين عبر الهاتف من بغداد سيد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك سيد عمر. يعني على وفق أي مسوغ قانوني تمنع هذه العوائل من العودة إلى مناطقها؟ مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. لا يوجد هناك أي مسوغ قانوني أو هناك فقرة قانونية تمنع العوائل من العودة إلى مدنهم، خاصة في هذه الحالة، حالة الانتزاع المسلح الداخلي، فإن الاتفاقيات الدولية واضحة في هذا الشأن، والعراق موقع عليها وصادق عليها، ولا سيما اتفاقية لاهاي الرابعة والرائحة الملحقة بها، وكان الهدف منها التخليل من أشكال العنف والتدمير، وتتطرق أيضا إلى بعض المدنيين بشكل مباشر أو منعهم بشكل تعسفي، واعتبرت هذه الظاهرة إبعاد أو منع المدنيين كأسلوب ممارسة في الحروب، وهو يعني شاع في العصر الأخير، ويعتبر هذا بلا شك انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويبقى إلى الحد الذي يستدعي ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها. فهذه الممارسات تعد شكلا من الأوجه ومن أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، وليس موجه ضد عدد محدد، وإنما يعتبر في عقاب جماعي. ومن المعروف أن إيقاع العقوبات الجماعية هو يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما قواعد حماية المدنيين التي تفرضها قواعد اتفاقية جنيف الرابعة في المواد 33 والمواد 146 و147 هذه الاتفاقية. يعني في الوقت نفسه الحكومة في بغداد تجبر النازحين في مناطق أخرى على العودة إلى مناطق مدمرة وغير مؤمنة وتفتقر إلى الخدمات الصحية والبلدية الضرورية، كيف تقرأ هذا التناقض؟ نعم، هذه التحديات التي تواجه المدنيين من العودة إلى ديارهم تشمل مجموعة من العوائق المادية والبيروقراطية والعوائق المتعلقة بالسلامة الأمنية والسلامة المدنية، وهذه تشكل جزءا من استراتيجية التهجير المتعمد من قبل الحكومة. والحقيقة هناك يعني أربع عوائق رئيسية يعني تحيل أن يرجع هؤلاء المدنيين إلى مدنهم، وهو أولا الدمار، حيث أن الدمار المادي للبنى التحتية وهو السمة البارزة والأكثر انتشارا في هذه المدن، ولا يوجد شيء يعني يبشر بالعودة، ولا توجد خدمات ولا توجد كهرباء ولا يوجد ماء وما إلى ذلك. ولو سمحت الحكومة الحالية بإرجاع المدنيين فيجب عليها أن توفر هذه الخدمات الأساسية حتى يتمكن الناس من العودة. وثانيا النهب، حيث قامت الميليشيات والقوات الحكومية بنهب المؤسسات الحكومية ونهب الممتلكات المدنية وغيرها من الممارسات اللا إنسانية التي مارستها هذه الحكومة والميليشيات، وبالتالي هذا النهب هو يعني تسبب بإضرار كبير على المدنيين، وهذا التدمير والنهب يستهدف السكان النازحين. ثالثا التهديد بالاعتقال، هذا التهديد يتعرض جزء كبير من المدنيين الآن عندما يرجعون أو يقومون بتوقيع على ورقة من قبل الميليشيات والقوات الحكومية. إذا ما كان هناك أي داعي فإنه القوات الحكومية والميليشيات تقوم باعتقال أو تهديد المدنيين بالاعتقال إذا ما خالفوا الأوامر. ومن ثم هناك أيضا رابعا العنف الطائفي والعنف المجتمعي الذي ينذر بكارثة إنسانية وكارثة مجتمعية، حيث هناك السلاح بيد الميليشيات والسلاح بيد المدنيين الذين يرقبون في هذه الأوضاع الاستمرار في إشاعة الفوضى وإشاعة استفزاز النازحين. الآن سيد عمر، الآن في الموصل هناك عودة عكسية من المدينة إلى المخيمات بسبب انعدام الخدمات، من المسؤول عن استمرار هذه المعاناة؟ المسؤول أولا وأخيرا هي الحكومة الحالية، ومن ثم المجتمع الدولي الذي
لم ينتبه إلى أن هذه الإجراءات التي تقوم بها القوات الحكومية من إجبار النازحين قسرا إلى العودة إلى منازلهم، وبالتالي عندما رجع هؤلاء المتأخرون إلى منازلهم ووجدوا أن هناك نقصا حادا في المواد الأساسية والصحية والمواد الغذائية فضلا عن الدمار الذي شهدته هذه المناطق، فبالتالي أن هؤلاء صارت حدثت الهجرة العكسية، ويتحمل عاقبة السلام المدنيين هم الحكومة والمجتمع الدولي الذين لم يؤمنوا، والذي تشكل هذه مادة أساسية في القوانين الدولية، حيث يجب أن يتمتع هؤلاء المدنيين بحماية كاملة سواء من القوات الحكومية التي ترغب في إرجاع المدنيين أو من المجتمع الدولي الذي آل على نفسه حماية المدنيين، وبالتالي فإن المسؤولية كبيرة على عاتق المجتمع الدولي لمنع هذه الانتهاكات الخطيرة بحقوق الإنسان والعقاب الجماعي والموت الجماعي لهؤلاء المدنيين. نعم. على يد القوات الحكومية والميليشيات المرافقة لها. آتفيا من بغداد سيد عمر فرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك.